اخوتي اخواتاتي مرحبا بكم في القناة ديالكم وان شاء الله اليوم جبنا لكم فيديو جديد. بالنسبة للناس اللي مهتمين بلا بروديكسيون يعني حيت كاين اللي تيفكر في السيرفيس يعني دابا الناس عندنا حنا يعني مختلفين الاراء والحمد لله الحمد لله هذه بهذه باش العالم غادي لقدام وغادي يزيد لان الاختلاف ديال الامزجه الاختلاف ديال لي زوبجيكتيف والاهداف اللي كنحطوهم في بعض الفريوسنا والاختلاف ديال الشخصيات ديالنا هذا هو اللي كيخلي كل واحد يمشي في جهته كيوقع تكامل فالحمد لله. فبون كاين الناس اللي كيبغيو كيرتاحوا في لي سيرفيس يعني لي بروجي كيفكم اللي كيبغي يفكر شي بروجي كيبدا يفكر غير في لي سيرفيس لي بروجي ديال السيرفيس السيرفيس كيرتاح فيه مزيان ما تقول ليه دير برودكسيون ما تقول ليه دير لا ليفريزون ما تقول ليه دير كوميرس هو غير لي سيرفيس كاين اللي تيدير كوميرسون كاين اللي تيدير كوميرسيال كاين اللي تيدير لا برودكسيون كاين اللي تيدير لا ليفريزون كل واحد شنو كيدير دونك مختلفه. فاليوم ان شاء الله عندنا لكم فكره ديال لا برودكسيون وهذا البرودوي اللي غادي نخدموا اللي غادي نتكلموا عليه اليوم فعليه واحد الاقبال كبير. اولا عليه الاقبال من لانه كاين خصاص في السوق بالنسبه للسوق المغربيه حاليا في خصاص بالنسبه للسوق الجزائريه والتونسيه ما عرفتش بالضبط لكن 99% فاحنا بحال يعني اللي كاين هنا راه كاين هنا اللي خاص هنا خاص هنا اللي فيه الفائض ديالو كاين هنا راه هنايا راه الله ميم شوز فتما فكنتواصلوا مع خوتنا الجزائريين وتوانسه فنفس الشيء نفس اللي كان جميع اصحاب المطاعم والفنادق وحتى محلات الوجبات السريعه وتجار الجمله ضروري ما يحتاجوا البطاطس الجاهزه للقلي حيت كتعتبر مرافق لذيذ لجميع الاطعمه داكشي علاش لا سيني فود تخصصت في انتاج البطاطس الجاهزه للقلي حيت كنستعملوا بطاطس عاليه الجوده مع الضمان التام يمكن لينا نوصلوا لك الكوموند ديالك بشكل يومي جميع الطلبيات كتوصلكم في امان وجوده عاليه حيت كنستعملوا نوع خاص الساشي سوفيد اللي خالي من الاكسجين باش ما تكحلش البطاطا وتوصلك طريه وتقدر تدوم الاسبوع بلا ما تكحل العبار كل ساشي 2.5 كيلو الثمن ديالو جد مناسب ردوا البال راكم مسؤولين اختيار شنو كتعطيو للناس هدفنا هو ارضاءكم وارضاء زبنائكم. هذا شنو هو نوغيت ولا الكوردون بلو دونك هو هذاك اللحم دونك اللحم سواء ديال لادان سواء المهم هذاك اللحم كيشدوه يعني كي بحال نقولوا تيولي كفته وكيخلطوه مع واحد العطريه خليط ديال العطريه ثم كيديروه في بحال الشكل ديال كنتاكي هو تيكون مدور دونك اللحيمات شرائح اللحم مدورين وفيهم بحال مرمدين في بالبوله في شي حاجه بحال ما كدرا كتشوف هذاك في هذاك الدقيق شي حاجه بحال ما كدا بحال هكدا مي بنينه بزاف فكتاكلها كتلقاها بنينه ومقرمله هذا ولا عليه الاقبال هذا الناس ولاو كي ملي كيمشي لعند داندي شوب ولا كيمشي كدا فكيقلب على نوغيت كتمشي للسناك كتقول لي عطيني واحد البلا ديال النوغيت ديما كتمشي ولو تاخذ بلا مثلا تاخذ بولي ولا تاخذ اللي بخديتي ولا تاخذ تاكوس ولا داكشي ف كتشوف هذاك الكتالوج اللي كيعطيك ولا الموني اللي كيعطيك كتلقى هذاك النوغيت ولا كتقول لي بون بغيت عطيني 3 بياس ولا 4 بياس ولا شي حاجه كتاخذها زوينه بنينه كذا فولا الاقبال عليها وهما بالنسبه للحريفيه اللي كيشريوها يعني وكيعاودوا كيطيبوها وداك الشيء فعندهم خصاص فملي كيجي الفورنيسور ديالهم باش يجيب لهم تيقولوا ليه عطينا الكميه مثلا 5 كيلو تيقول لهم بون الصراحه راه ما كايناش راه عندي واحد 10 كيلو مي راه كنفرقها على هاد على دوطخ كليون كاين عندي هاد المحل اخر محل يعني كنفرق عليكم يعني ما كايناش يعني ومن بين اسباب ديال النجاح ديال اي مشروع هو انه يكون اولا يكون الاستعمال ديالو يومي البوزوان ديالو الاحتياج ديالو يومي هذه وحده اولا يكون قليل في السوق والطلب عليه كثير كما تنقول لك القديم ديال العرض والطلب دونك العرض يكون قليل والطلب كثير انا داك يكون يعني بروجي ناجح 100% وهذا البروجي هذا وهذا لا برودكسيون ديال الكوردون بلو ولا النوغيت هذا بجوج يعني هذا مشروع 100% ناجح فسهل حالها
بالنسبه للناس اللي عندهم سيوله معينه يعني واحد البركه، لان كيحتاج واحد البيجي، لانه كتاخذ شين دو برودكسيون، شين دو ا زد، يعني كتجيب انت ما كتذبح ما والو، لان ما يمكنش انك تذبح قانونيا، ما عندكش الحق انك تذبح حيت ماشي رياشه. دونك ما كنتكلمش على الرياشه، الرياشه قطاع غير مهيكل، وكيتكلموا عليه يعني كيفاش يدخلوا ليه جنب بقوانين معينه باش يحاربوا زعما كاينه الذبح العشوائي واللي ما تتكونش فيه لي نورم سانيتير اللي كيكون مسخين شي وحدين، ماشي واش دونك راه كاين اللي نقي، اقسم بالله الا كنعرف واحد دونك في الدرب مي راه سد الدجاج عنده المهنه ديال المحل كانت عنده هي الدجاج، كيذبح الدجاج، يذبح لك قنيه، يذبح لك بيبي، مي ما كتشمش الريحه، الريحه ديال الدجاج ما كايناش، المحل ديما نقي ديما مخير، يعني ما سي بون. ملي قلتها لي سولته في المساله قال لي شوف، المهم موضوع اخر، قال لي النقا باش ما نطولش عليكم، قال لي النقا، والنقا راه تعرفوا كيفاش، يعني كل واحد باش يطوي المحل ديالو، سير شوف هذه المساله ديال الدجاج. اوكي سي بون، انا قلت هذه المساله غير باش الماربو ما يكونش وحدين ديال الرياش، يعني كيتفرجوا في المحل تيتفرجوا في الفيديو، بون بحال غادي يقولوا هذا شويه واش استهزاء واش لا نو حاشا ما كاينش داك الشيء، غير قلت ان قانونيا اشنو اللي كاين وشنو اللي داير في البرلمان وشنو اللي داير في كذا، مره كيكونوا قوانين بحال هكذا فكيفكروا باش انهم يحيدوهم، لكن جاهم صعب فكيحاولوا ما امكن يدخلوا لهم شي قوانين داخله، دونك بدل هادي، زيد هادي، فعل هادي، يعني الناس بصح اللي ما طوروش راسهم بقوا في رياشه، فصعيب انهم غادي يواكبوا هذا القانون الجديد، غادي يبقاو وغادي ينظموا المساله ديال الذبح، ما غاداش يبقى الذبح كلشي غادي يذبح، لا غادي تولي اربع ما يعني مثلا في المدن الصغار، المدن الصغار مثلا، فغادي يوليو واحد الخمسه معروفين محلات هما اللي عندهم لوتوريزاسيون ديال الذبح وعندهم ماتيريال ديال الذبح، يعني كيكون تكون عندهم لونسام بطبيعه الحال، عندهم يعني لي زيكيبوم ديال انهم يذبحوا، السيرفيس ديال الذبح، اما الذبح اللي كنعرفوه راه غير موسو كذبح، مي كاين سيرفيس ديال الذبح من غير ديال الرياشه، فكاين سي بون. موضوع اخر ان شاء الله من بعد ان شاء الله نتكلموا في مساله ديال الاباطوار، دونك هذيك غنفصلها لكم بالتفصيل ان شاء الله كامله. مي فين كنا تنقولوا بان لاشين، يعني الانسان غادي يحتاج واحد الشين دو برودكسيون ديال نوغيت، هاد النوغيت هادي دونك هاد الشين شنو تيكون فيها؟ فتيكون فيها واحد هما شين لي ماشي حيت قلت لكم ماكينه ديال الكفته، فلربما الا قلت لكم ماكينه ديال الكفته هي ماشي ماكينه ديال الكفته، مي واحد الماكينه كطحن كتردو ماشي بحال الكفته كفته، مي كتردو بحال ليكيد، كتردو ليكيد اللحم كتردو بحال ليكيد، وكاينه وحده اخرى كتخلط كتخلط سميتو كتخلط العطريه، واحد العطريه معينه وكيت اوموجينا وشي كيدخل في شي وكيتخلط كيتخلط كيتخلط، فالمهم واحد العمليه معينه حتى كيخرجوا مزيان كيخرجوا هذاك كيقصاحوا وكيخرجوا كويره كيخرجوا دائريين بحال هكذا، ثم كيتقلاو، المهم كيداروا في المسائل، فحيت كيطيب هذاك الشيء راه ما كيكونش خضر، ديجا هذاك الكوارات هذاك النوغيس راه ما تيكونوش خضرين، تيكونوا تما طايبين، دونك غادي نديروا غير شين دو برودكسيون ديال شين دو برودكسيون نوغيت ولا الكوردون بلو، وغادي تخرج لك الكيفيه ديال الطريقه كيفاش كتخدم كامله دو ازيت، سهله سهله بزاف، هذه كنظن انك تحتاج فقط السيوله باش ان الواحد يخدمها، بينما كما نقولوا الاكسبيريونس ولا كذا ما كتحتاج، لانك ما غاديش تذبح ما غاديش تريش ما غاديش، فقط كديماري وكيكون معك واحد تكنيسيان معين في المسائل، تكنيسيان في لاداند، يكون معك تكنيسيان في لاداند اللي كيفهم في المسائل، سيرتو العطريه لي زانغريدون اللي غادي يحتاج العطريه بالضبط، اي حاجه مهم هذاك الشيء ضروري يكون واحد كذا، اولا انت دير واحد الفورماسيون خفيفه سهله سهله، يعني هذه ماشي مشكل. وبالنسبه للماتيريال اخواني اللي كيحتاج شي حاجه ديال الماتيريال اولا ف ممكن يتواصل معايا، يعني نعطيه يعني النيميرو ديال السوسيتي اللي كتبيع يعني الماتيريال ديال لي شين دو برودكسيون، الماتيريال ديال السوفي، الماتيريال ديال كلشي ديال دونك كما قلنا ديال الكفته، ديال المنشار، ديال الماتيريال داباتوار، الماتيريال ديال البولونجري، الماتيريال ديال لي سناك، الماتيريال دو تو. ف المهم سواء كان ان شاء الله اللي بغاها راه غادي يتواصل معايا اولا شي حاجه، وغادي نعطيه النيميرو ديالها ان شاء الله. واخا اخواني دونك هذا هو البروجي ديال اليوم ان شاء الله، فهو مربح مربح بزاف، الارباح ديالو ما كتصورش، الارباح ديالو ما كتصورش، ملي كنقولوا البرودكسيون وكنقولوا منتوج ما كاينش في السوق،
وقليل في السوق، فأكيد راه هو غادي يكون مربح بزاف وفي أرباح خيالية. الأرباح الخيالية كنتكلم عليها راهي اللي كتكون مليونات ملايين في السيمانة، ملي كتجي السيمانة كتلقى ملايين ديال لي بينيفيس، ماشي الشيفر دافير، ديال البينيفيس. واخا إخواني، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وتحياتي والله يوفق الجميع. السلام عليكم.